عن لقب قاري جديد بعد التتويج بكأس الكؤوس الإفريقية للمرة الرابعة في تاريخه، يلتقي رجال يد الأهلي يوم الجمعة المقبل نظيره الزمالك في لقاء السوبر الإفريقي على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر. الصالة المغطاة بالسادس من أكتوبر تشهد التدريب الختامي للفريقين غدا الخميس في توقيتات مختلفة، استعدادا للقمة المنتظرة على اللقب الإفريقي المؤهل لبطولة كأس العالم للأندية سوبر جلوب والتي تقام بالمملكة العربية السعودية. المباراة المرتقبة منظمة من قبل الاتحاد المصري للعبة لتحديد بطل القارة السمراء في لقاء بدون جماهير وتحت إدارة تحكيمية للثنائي التونسي سمير مخلوف وسمير كريشان. كأس العالم للأندية سيقام في الفترة من الخامس وحتى التاسع من أكتوبر المقبل، وستكون أول مواجهة لبطل القارة الإفريقية أمام برشلونة الإسباني المحترف في صفوفه علي زين لاعب المارد الأحمر السابق في السادس من أكتوبر المقبل. يد الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته وتحقيق إنجاز جديد بالتتويج بلقب قاري ومن ثم المنافسة على ميدالية عالمية.